أم راح جهنم؟ مرحبا أصدقائي، سنتعرف اليوم على أسماء بيوت بعض الحيوانات. هيا فلنبدأ. بيت البقرة، حظيرة. حظيرة. بيت الحصان، اسطبل. اسطبل. بيت الأرنب، جحر. جحر. بيت الدجاجة، قن. قن. بيت الكلب، وجار. وجار. بيت الطيور، عش. عش. بيت العنكبوت، شباك. شباك. بيت النحلة، خلية. خلية. بيت النملة، قرية. قرية. بيت الأسد، عرين. عرين. أحسنتم. أحسنتم. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Created using Powtoon.